سي مختار وينك؟ هل انتهت علاقتك بعالم التدريب منذ ابعادك على مركز تكوين النخبة ببرج السدرية، وإلا فما أسباب خفية أخرى ما يعرفهاش الرأي العام الرياضي؟ لا يعني هو شوف هو المشوار، أنا مشواري وديش اليوم الباهي على كما بعض الدخلاء الجدد هذوما، مشواري بدا عام 67 أول موسم تاعي أنا وقفت كورة عمري 26 سنة، اخترت الاتجاه للتدريب. طبعا وقت نعمل كذا 50 سنة و 50 سنة على الميدان بدون انقطاع، لابد الانسان لازم يرتاح شويه، ياخذ وقته باش يرتاح باش يراجع قواه. لكن عايش في المحيط بتاع الرياضه، عايش في المحيط بتاع الشباب، اول حاجه ولادي اصحابي مش ولادي، انا ممكن قريب ياسر للشباب ونفكر كشباب، ما عنديش اصحاب كبار، انا ما عنديش اصحاب كبار 60 سنه وفوق، ما عنديش، عندي كان اللي 30 35 يعني اللي دندوا، باش نكون انا ندندن نبقى ندندن. صلى ديما ندند المختار. يقولوا مختار التليلي وقت تم تسميته كمدير في مركز تكوين النخبة ببرج السدرية كانت هدية من وديع الجري الرئيس السابق للجامعة لا أكثر وأقل. يقول لك مختار التليلي صليت اللسان، مختار التليلي نقد لاذع، باش اخويا نسكتوا الرجل هذا نحطه في صفي، خلنا نعطيه بوست يكون في مركز تكوين النخبة ببرج السدرية ونرتاح من المشاكل ونتفادى شر مختار التليلي. شنو الصحيح وشنو الغلط؟ أول حاجة خلينا ندخل نقطة، نقطة مهمة جدا قبل نعطيك الجواب على السؤال هذا. أولا مختار التليلي مش ناكي، حتى واحد ما قال هذا، معناتها يعني يعطيني هو هدية، أنا الهدية أنا عملتها عليه، والمزية أنا عملتها على وديع الجري، مش هو عملها على المزية. شنو المزية اللي عملتها على وديع الجري؟ طبعا قبل باش نخدم معاه في برج السدرية، بعد ما صار سوء تفاهم أنا وياه عام 2013 وما جددليش العقد بتاعي. من وقتها هو اللي اتصل بيا في يوم 15 أو 16 أكتوبر 2017 يوم دور النهائي بتاع كأس العالم كرة القدم المصغرة، اتصل بيا وطلب مني باش نكون معاه إذا كان ما عادش ما عنديش عقد مازال مع الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة. وقبلت الطلب بتاعه وحبيت يعني نخدم في المنظومة هذه، منظومة برج السدرية، لأن مركز برج السدرية تاريخه كبير. أما جاء وقت اللي شلكوه، وجاء وقت اللي طيحوا له سمعته، وجاء وقت اللي الأندية ما عادش تحب تسيب ولادها للمركز هذا. وكأنك سمحني ماكش تحكي على مركز تكوين النخبة، تحكي على مكان مشبوه، سمحني الناس ما يسيبولوش ولاده، كلامه بالتلميح وبالإيحاء كأنك تلمح الحاجات خايبة. فما في وقت من الأوقات الاختيارات الفنية بتاع الناس اللي باش يشوفوا على برج السدرية ما همش في مستوى الأولياء، والأولياء ما همش ناقصين، يعني يفهموا ويعرفوا، والأولياء بتاع الأندية الكبرى ولا الصغرى كلهم الأولياء يتبعوا في ولادهم ويعرفوا أنا هو المدرب المقبول، أنا هو المدرب مش مقبول، أنا هو المدرب المتربي، أنا هو المدرب مش متربي، وأنا هي الفريق اللي ديسيبليني، وأنا هو المنظومة اللي مش ديسيبليني. وقت اللي نوصلوا في برج السدرية مسيب الأمور مسيبة على البطيخ، ما مسيب على البطيخ، سينورمال الأولياء يتخلقوا ويوليوا والأندية باش رجعت الأندية كما النجم الساحلي، كما النادي السويقسي، كما الترجي التونسي، كما النادي الأفريقي، كما الأندية الكبرى السعبية ساتيوليزيان كلهم باش يسيبوا ولادهم اللي يعرفوا اللي يشرف على المركز هذايا هو مختار التليلي. إيش كان يصير في هذا المركز؟ في يوم ما في حصة تلفزية معايا في برنامج ملعب النجوم لمحت البرشا حاجات وكلفتك عقوبة على ما يبدو. كلفتني الإقصاء، من هذيك بدات التفكير باش يصير اخصائي من المركز. لا لي شيء، شنو اللي مش ماشي يعني؟ شوف الوزاره وعملت حاجه باهيه ياسر الوزاره السنه اللي ما عاونتش المركز حالا. لا لي شيء، لان الفلوس برشا مصروف ياسر كبير، مصروف كبير، والمصروف اللي تعطي فيه الوزاره بحدود 500 مليون في العام ما يكفيوش. على هذاك وقت اللي نشوفوا اللي قلته انا مش راجع فيه، خاطر هذا عشق
وقت اللي يوصلوا انا شخصيا مختارت ليدي واللي معايا نشيلوا الماء وحدنا من عندنا من فلوسنا احنا حتى نتيحوا امباين يخصنا ما نلقاوش باش نجيبوا الماء الماكله ماهيش هي الماكله المطلوبه الغله لا حدث ولا حرج الضوء ضعيف ياسر للتدريبات المسخون ما بارد وما سخون يعني الملعب وقت يصير باش تعمل ما يدخلولوش يعني ماهيش ظروف نتاع تكوين نخبه وضع كارثي تحت عليه هذا هو الوضع هذا هو الوضع والحمد لله الحمد لله اللي قلت انا الكلام هذاك وانا فخور اللي قلت الكلام هذاك باش فيقت الوزاره فاقت السيد الوزير مشكور يعني حتى سمع الحديث كله وحاول باش يصلح الوضع هذا طبعا العام الجاي باش يرجع اللي سمعته انا والعام الجاي باش يرجع بوجه جديد بنظره جديده بعده اشياء يعني اللي باش تكون منفعه للمدن الصغار ومنفعه للكره التونسيه. سي مختار تليلية وانت تحكي لي على النقائص والمهازل والمشاكل والكوارث في مركز تكوين النخبه ببرج السدريه خليتني بوش بيه خليتني دايخ وين كنت انت مختار تليلية؟ انا كنت موجود. سامحني خلينا نكمل سؤالي. تفضل. أربع سنين بعد أربع سنين تكلمت كنت مضروب على يدك ولا شنو الحكاية؟ كنت مضروب على يدي أما كنت نجاري في الوضع معناها تفركس على مصلحتك بالطبع نجاح المركز نجاحي أنا في الكوارث هذه ما نجموش نحكوا على نجاحات هنا كنت تاكل في خبزة مسارقة مختار تليلي كما كل الموجودين في بوسطة كيف معاهم؟ لا كنت أسكت تاكل في خبزتها وكما الموجودين في الجامعة كل ما ياكل خبزتهم كل خبزة بسارقة بس اعطيني مصروفي ما حدش بعنب كما يقولوا فهمت اعطيني قرطلتي ما حدش بعنب هي وضميرك مرتاح تاكل في العنب وانت ما تسالوش لا 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 انا نمشي من 9 نتاع الصباح و 9 نتاع الليل هي ترقد تمشي ترقد فين ولا تخدم عيون لا تنام قلت لهم انا الاعوجاج كله رجعته لجنبه الاثنين برغم اللي الظروف صعيب سي مختار تليلي السؤال اللي يفرض روحه من غير دبلوماسيه من غير ما تحاول تهرب بيا من غير ما تقدم لي تعليات واهية علاش كلمت بعد اربع سنين؟ الوضع مخرم اكثر من البدايه نتاعو احنا حابين باش يكون الوضع الاداري خاصه والفني مع بعضهم مربوطين بعضهم هذوما السنين ما تحسنوش والدليل ما تحسنوش على الدليل اللي المنتخب 2006 في الفترة هذيك كانت عندنا منتخب مميز جدا لكن على الصعيد العربي والمشاركات العربية كانت نتائج سيئة وسيئة وسيئة جدا زد على ذلك الوقت تجي المركز تلقى الماكلة مش منينة التنانات مش ما يأهلوكش الضوء تحب تنانة في الليل تبدأ تنانة السبعة متاع الليل نبدأ تنانة وفي الشتاء التدريب تبدأ متاع الملعبية السبعة متاع الليل مناش هذا من عدم القيام بمسؤوليات المدير الفني هنا الكارثه الكبرى نتاع الوضع هذا كله اللي صار هو المدير الفني من هو المدير الفني وقتها؟ صغير زويته وهنا بدات الكارثه نتاع الكره التونسيه من الصغار وقفت في الليفنتوار